الصحف الاقتصادية الأسبوعية اهتمت بعدد من المواضيع، من أبرزها انتعاش قطاع السياحة وإمكانيات كل من قطاع الصناعة الغذائية وقطاع العقار. وهكذا اهتمت صحيفة تشالنج بانتعاش السياحة التي كانت القطاع الأكثر تضررا من الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن القطاع مستعد للانتعاش في الوقت المناسب، مستفيدا بذلك من فترة الركود لتحسين الأساليب الأدوات، ولا سيما وضع استراتيجية جديدة لانطلاقه. وأضافت الصحيفة أن أهمية السياحة في المغرب لم تعد بحاجة إلى إثبات، مذكرة بأنه منذ 3 سنوات على الأقل أصبحت المملكة الوجهة الأولى بإفريقيا، كما أنها من بين أفضل 30 وجهة عالميا. ومن جهتها سلطت صحيفة فاينانس نيوز إبدو الضوء على إمكانات قطاع الصناعة الغذائية الذي يعد من أبرز رافعات الاقتصاد الوطني، حيث يبلغ رقم معاملاته السنوي 123 مليار درهم. واعتبرت الصحيفة أن هذا القطاع يزخر بإمكانات هائلة ويوفر فرصا هامة في مجالات التجهيز وتطوير البحث نحو الابتكار والولوج إلى مواد خام عالية الجودة، وكذا تكوين اليد العاملة المؤهلة. ومن جهة أخرى خصصت صحيفة لافي إيكو ملف الاقتصاد الجديد لقطاع العقار، مشيرة إلى أن هذا القطاع مدعو إلى تجديد نفسه بشكل عميق في أفق مرحلة ما بعد الجائحة. وسجلت الصحيفة في هذا الصدد أن تراجع إنتاج وحدات السكن وانخفاض مشاريع إطلاق الأوراش وفقدان الآلاف من مناصب الشغل أثر بشدة على قطاع العقار، وبات على المنعشين العقاريين تكييف العرض لتلبية طلب مختلف عن الطلب الذي كان قبل الأزمة.